برا. برا فين سعادتك؟ إذا كان إحنا كلنا برا. عادل طوانجا زميلي وصاحبي، والدكتور دكتور كيميائي دماغه فيها كلام ولازم تحترموه. معليه، هو ما بحب يحكي الحكي مرتين ولا يسمعه مرتين. يا عم وأنا ما بحبش أتهزق مرتين، ما تسخنهمش علينا عم توبة. انطروا برا. الكلام ده ما يمشيش علينا يا ست العرايس، احنا مش عيال صغيرة عشان يتقال لنا انطروا برا. استنوني هناك. يلا. هنستناك بس مش هننطر برا. وليد بيك هو صاحب كل هيدا اللي انت شايفه قدامك. نحن هون كلنا بنشتغل بأمره. الأمر لله وحده يا أبو لميرة. ونعم بالله. بس مثل ما قلت لك ميرا، أنا هون الحاكم بأمري، كل هيدا ملكي. أنت قدامك أسبوعين حتى تنفذ المطلوب منك، ساعة واحدة زيادة ما في. إياك إياك ثم إياك تجرب تلعب بدايلك أو تتشاطر علي. أنا في شغلتين بحترمهم وبقدسهم، الوقت والعهد. واللي بخل معي ما بعطيه فرصة تانية. ده أنا سبيشال بقى، مش أنا هنا برضو عشان واخد فرصة تانية؟ لا يا شاطر، أنت بعد ما أخدت الفرصة بتنفذ المطلوب منك، ساعتها بتاخد فرصتك. أنت يا توبة شاب طموح، وأنا بحب الناس الطموحين. أنت حلمك تصير كينج، أمبراطور يمكن. نفذ المطلوب منك، كل هيدا اللي شايفه هون والحراديق السيارات والقطع راح تاخدهم. طب شوف يا بيه، أنا هنا تحت إيدك، يبقى الصح منه إيه؟ الحاجات توصل مصر الأول على أرضه، وبعدين أبدأ أنفذ الشغل. جميل يا توبة، أنت شاب طموح وراسك بلش يعجبني. نفذ المطلوب منك وأكيد رح توصل.